قصة موسى الأسود تذكرنا بالآية التي تقول: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يعني ليس المهم كيف يبدأ الإنسان حياته، إنما المهم كيف تنتهي هذه الحياة. وقصة موسى الأسود ترينا أيضا قبول الله للخطاة مهما كانت سيرتهم، قبول الله للخطاة مهما كانت سيرتهم. وقصة موسى الأسود أيضا ترينا كيف أن نعمة الله قادرة أن تعمل في الكل، وأن تغير. نعمة الله قادرة أن تغير الإنسان، ليس فقط من خاطئ إلى تائب، وإنما من خاطئ إلى قديس، من خاطئ إلى قديس. ورأينا هذا الأمر أيضا في قصة توبة القديس أغسطينوس، تحول من خاطئ إلى قديس، وأصبحت كتاباته مصدر تأملات لكثيرين جدا في العالم. وكما رأينا أيضا في قصة بيلاجيا كيف تحولت من خاطئة إلى قديسة، وفي قصة مريم القبطية كيف تحولت من خاطئة شريرة جدا إلى رتبة السواح، لدرجة أنه تبارك منها القديس الأنبا سوزيما القس. فأمثال هذه القصص تعطينا فكرة عن نعمة ربنا إزاي بتشتغل، على شرط أن الإنسان يسلم إرادته إلى عمل النعمة. النعمة مستعدة أنها تحول الخاطئ لقديس، بس على شرط يسلم نفسه لعمل النعمة، والإرادة بتاعته تكون ماشية مع إرادة ربنا. يعني الإنسان يريد أن يتغير، يريد أن يرجع عما هو فيه، مش مجرد أن النعمة تعمل. وقصة القديس موسى الأسود إنما تعطينا أيضا فكرة عن أهمية أب الاعتراف والمرشد الروحي. فالقديس الأنبا إيسوزورس القس كان له دور كبير في تغيير حياة الأنبا موسى الأسود، كما ترينا أيضا أهمية الجهاد الروحي، كما جاهد موسى لكي يتخلص من سقطاته. الكنيسة المقدسة بتسمي موسى الأسود القوي الأنبا موسى. هو طبعا ليه صفات كثيرة، هو شخص تائب، وهو راهب، وهو قس ومرشد روحي، وهو أيضا شهيد، له كل هذه الصفات. لكن من الصفات البارزة اللي موجودة في مجمع القديسين بالنسبة ليه القوي الأنبا موسى. هو كان قوي في جسده، وكان قوي في توبته، وكان قوي في اعترافه، وكان قوي في تواضعه، وقوي في محبته وفي احتماله، وقوي في استشهاده، وقوي في شفاعته وفي معجزاته. والمسائل دي كلها
أحب أن أتكلم عنها بشيء من التفصيل القليل. كان قوي في جسده كقاطع طريق قبل كده، كان بيخوف الناس، يعني مرة جري ورا واحد من الرعاة، فالراعي كان على الشاطئ الآخر من النهر، فموسى الأسود رمى نفسه في النهر وجري وراه بالسيف، فالراهب اختفى وسط الغابات، خاف منه هو لسه بيرمي روحه في البحر. صعب، كان جسده قوي والرهبان نفسهم خافوا منه. ومن الحاجات العجيبة في قوة جسده ان في مرة راح قليته لقى اربع حرامية، اربع لصوص كانوا هاجموا على القلاية ما يعرفوش انها بتاعت موسى الاسود، فمسكهم مسك الاربعة وربطهم باحبال هم مع بعض وشالهم على كتفه وراح بهم الكنيسة. ده يبقى ايه جنسه ده؟ ده ولا شمشون. وراح حطتهم في الكنيسة وقال لهم شوفي أبهات، أنا لسه راهب جديد ولقيت الناس دول بيسرقوا قليتي، شوفوا لكم بصارة فيها تعملوا معهم إيه. ربطهم بحبال، الأربعة ربطهم في حبال وشايلهم على